أهلا بكم. الدراما واحدة من أقدم أنواع الفنون في مصر. الدراما المصرية لها حظوة ومكانة خاصة، عرفتها عقلية المبدع المصري وقدمتها من خلال شاشة التلفزيون منذ سنوات بل عقود طويلة، وحظيت بمكانة مميزة في قلوب المصريين. لكن هناك الكثير من الاتجاهات والتحليلات التي ترى أن الدراما المصرية تمر بمنعطف خطير تحتاج معه إلى وقفة جادة لدراسة ما يتم تقديمه إلى المشاهد لفصل ما هو جيد عما هو غير جيد، لتقديم محتوى درامي قادر على خدمة العقل المصري في هذه المرحلة. من هنا ظهرت فكرة وضع ضوابط لعملية الأداء الدرامي، أو فلنقل وضع معايير وتوجهات يفكر من خلالها البعض في طبيعة الموضوعات المقدمة من خلال الدراما المصرية. هل نحن بحاجة إلى هذه الضوابط التي تحدد للعقل المبدع كيف يعمل وكيف يكتب؟ ما هذه الضوابط وما هي طبيعتها؟ هل تحد من قدرات المبدع على الإبداع؟ هل تضع سقف واضح للعملية الإبداعية؟ أم أنها تنظم هذه العملية بشكل واضح ومتبع؟ كيف يرى أو كيف ترى كل الأطراف هذه الضوابط التي وصل إليها الأعلى للإعلام؟ حول هذا الموضوع نطرح سؤال حلقة اليوم، وهو كيف ترى جهود الأعلى للإعلام لوضع ضوابط لآليات إنتاج الدراما؟ كيف ترى جهود الأعلى للإعلام لوضع ضوابط لآليات إنتاج الدراما؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا عبر فضاء الإنترنت في الإجابة وإبداء الرأي من خلال همزة وصل إي جي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب وإنستغرام. سبيلكم لتسجيل آرائكم في هذا الموضوع. نحن في انتظاركم لنبدأ الحوار. إلى حينها تابعوا معنا هذا التقرير عن موضوع الحلقة. أن الدراما المصرية كانت وستظل لها الريادة في تشكيل وجدان المجتمع المصري بل والعربي كله، لذا كان الاهتمام بالمحتوى الذي يقدم هو محور الاجتماع الأخير للجنة الدراما المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي عقد برئاسة المخرج محمد فاضل وبحضور فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما مع منتجي الدراما التلفزيونية. وخلال الاجتماع وافق المشاركون على صياغة ورقة عمل بأولويات موضوعات المحتوى التي يحتاج إليها المجتمع في المرحلة، لتكون دليلاً للعاملين في الإنتاج الفني على أن تتم مناقشتها خلال المؤتمر الذي سيعقد في 16 من فبراير الجاري مع نصر العملية الفنية وفي مقدمتهم المؤلفون والمخرجون. وبسبب حالة التخبط الشديد التي تشهدها آليات الإنتاج الفني، أكدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام على ضرورة وضع ضوابط لتلك الآليات، وخاصة فيما يتعلق بأجور الفنانين والفنيين التي تخلق تنافسا غير شريف يمكن أن يؤدي إلى تدهور صناعة الدراما بل وانهيارها. المجتمعون طالبوا أيضا بضرورة التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة بخصوص رسوم وأسعار أماكن التصوير كالمزارات السياحية والأثرية والمتاحف، وحيث سيمثل ذلك تسهيلات للأعمال الفنية التي يشاهدها الملايين في مصر والخارج، مما يحقق دعما للسياحة المصرية. التقرير ألقى الضوء على العناصر الرئيسية التي تهمنا في هذا الموضوع، ومحاولات الأعلى للإعلام واللجنة المنبثقة عنه وضع ضوابط للعملية الدرامية. هذه الضوابط سنتعرف عليها بشكل أوضح خلال هذه الحلقة، ما لها وما عليها. دعوني أنتقل لنهلة حجازي أرى ماذا قدمتم لنا من آراء حتى الآن. نهلة، ماذا لديك اليوم؟ أهلا بك ماجدة. لا شك أن الإنتاج الدرامي يهم المجتمع المصري كله، لأنه
بيدخل كل بيت، لكن معظم الآراء لذلك لم تركز فقط على الضابط الخاص بالأسعار أو برواتب الفنانين وأجورهم، بل بالمحتوى والمضمون لهذه المسلسلات الدرامية. نأخذ على سبيل المثال رأي كواعب البراهيمي، والتي تقول: يا ريت فعلا يكون في ضوابط للدراما في كل شيء، في الإنتاج وأجور الفنانين، والأهم في المادة التي تقدم، لأن للأسف المجتمع المصري يقلد الدراما كثيرا، وللأسف أيضا أصبح الواقع يأخذ من الدراما أسوأ ما فيه، والبعض يعتبر الممثل البطل بطل لحياته ويقلده مهما كان دوره شريرا. من فترة أخرجت أسرة امرأة عارية للشارع عقابا لها، مثل العقاب الذي عوقبت به ممثلة في إحدى المسلسلات، وأمثلة كثيرة لذلك أيضا. أتمنى صحوة الرقابة من أجل مجتمع أفضل. أما ممدوح أبو عاصي فيقول: جهود الأعلى للإعلام لوضع ضوابط وآليات لإنتاج الدراما ومحاربة المضاربة في أجور الفنانين سوف تؤدي بلا شك إلى خلق مناخ أكثر تنافسية، لأن الآن لا يوجد تنافس حقيقي والتنافس غير شريف، وده بيؤدي إلى تدهور صناعة الدراما بل وانهيارها. وفقنا الله لما فيه خير صالح البلاد والعباد. محمد الشريف يقول: إن آليات الإنتاج تحتاج لوضع ضوابط، حيث إنها تشهد حاليا تخبطا شديدا في جميع العناصر، فنحن في حاجة ماسة إلى ذلك، ولكن على المجلس الأعلى للإعلام في رأيه أن يتناقش مع النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما ويخرجوا برؤية موحدة من أجل تطبيقها بقوانين صارمة لابد من تطبيقها. أيضا هو يدعو المسؤولين عن أماكن مهمة للتصوير زي المطار أو الآثار أو غيرها إلى تخفيض الأسعار مساعدة للدراما المصرية والأفلام المصرية على إنجاح أعمال أكثر جودة. إليك ماجدة مرة أخرى لاستطلاع آراء الخبراء والمتخصصين حول هذا الأمر المهم لكل المصريين. من البداية يا نهلة أنا أشكرك كثيرا على هذه المشاركات التي عرضتيها لنا. من البداية أقول لكم أن هذه الحلقة ستكون خلافية كما هو واضح. علمونا في كليات الإعلام أن الإعلام قادر على خلق وجهات النظر، لكنه هناك أشياء تؤثر في وجهات النظر أيضا، منها التعليم والبيئة الاجتماعية وعشرات النقاط، أي أن الإعلام ليس رصاصة منطلقة تصيب الهدف فتحققه. مش هنقول للناس خرجوا ست الشارع بالشكل الفلاني فيخرجوها بالشكل الفلاني، ده بيتحكم فيه مجموعة حاجات جوه كل بني آدم مننا. إيه هو بقى التأثير المطلوب من الإعلام؟ هنناقشه خلال هذه الحلقة، وحدوده ومدى، لكن الإعلام ليس المتهم الوحيد في هذا المضمار. دعونا ننتقل للمتخصصين. معي في هذه الحلقة ويشرفني وجود مخرجنا الكبير الأستاذ محمد فاضل، وهو رئيس لجنة الدراما بالأعلى للإعلام. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. لما نقول إن إحنا هنضع ضوابط لعملية الدراما أو للدراما المصرية، ينزعج البعض بشكل واضح من فكرة وضع ضوابط لعمل حدوده هو السماء أو سقفه هو السماء، لأنه عملية إبداعية. فهل المقصود هنا بوضع ضوابط أم قانون يحكم العملية الإعلامية بشكل عام؟ هو على فكرة قانون موجود من سنة 1920 وتعدل كذا مرة، اللي هو قانون الرقابة على المصنفات الفنية. إنه ما فيش عمل يعرض سواء فيلم أو مسلسل أو مسرحية أو أغنية بدون ما يمر على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة. إذن ده موضوع مش جديد، هو موضوع قديم. طب ليه بقى الضجة الجديدة؟ أستاذ محمد، ما هو من ساعة ما ظهرت الرقابة في 1921 وصولا بالنهاردة، والفنانين وهم بيكافحوا إحكام سيطرة الرقابة على أعمالهم، ونقدر نقول أمثلة كتيرة في المضمار ده، وحضرتك أعلم مني طبعا. طب ما هل إحنا من سنة ما صدر القانون ده النهاردة ما حصلش إبداع ولا إيه؟ هل ده عطل الإبداع؟ أنا هتكلم على الدراما التلفزيونية طبعا. يعني من سنة 60 من ساعة ما أنشئ التلفزيون المصري لحد سنة 2010 اعتقد كان في ابداع مع يعني اكيد، يعني ابداع معنى ايه؟ في حريه تناول موضوعات، وعمر ما حد قال لحد ما يعني انا كنت بعمل مسلسل القاهره والناس ده طبعا بدون على من غير رقابه خالص، يعني بدون ما يمر على الرقابه. حتى الرقابه بعد كده كان بيحصل معها خلافات، لكن كانت بتتصاعد لمستويات اعلى ويحصل المناقشات اللي بين المؤلف او المخرج والمسؤولين الاعلى في ذلك الوقت، ويحصل انه بينتصر المبدع.
في النهاية. ده في حدود تجاربي اللي أنا مريت بيها وأنا عامل 50 مسلسل. فإذا لازم نستبعد مسألة إن دي حاجة جديدة. يعني كمان بالنسبة للجنة المجلس على تنظيم الإعلام، أولا دي لجنة لتطوير الإعلام وليست للرقابة، ولا لنا علاقة لا رقابة على المحتوى ولا العمل النهائي ولا أي حاجة، إنما هي تنظيم. وحتى جلسات اللجنة معظمها بيحضرها الدكتور خالد عبد الدين رئيس الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة. فهنا اللجنة اجتمعت مع رؤساء القنوات اللي هم طلبوا ووافقوا على حاجة مهمة جدا. قال لك في بيتجيلنا الأعمال ليلة العرض، فاحنا ما بنلحقش نشوفها حتى، وساعات في أعمال ما بتمرش على الرقابة وتعرض على شاشة التلفزيون. فهم رحبوا جدا بأن يطلع قرار مشترك بينهم وبين المجلس على تنظيم الإعلام أن ما فيش حاجة هتعرض على شاشة التلفزيونات أيا كان بدون ما تكون مرت على الرقابة مش على اللجنة. وهنا في ناس بيصطادوا في فيقول لك اللجنة لا ملهاش علاقة، الرقابة موجودة وعندها قانونها وكل حاجة. الرقابة ما اتلغتش، بس احنا في الفترة الأخيرة شفنا معيار جديد للتقييم هو المعامل العمري اللي العالم كله ماشي بيه من فترة طويلة، تصنيف العمري. التصنيف العمري لا يطبق تطبيق جيد. معنى ايه؟ انه المفروض زائد 18 لأكثر من 18 سنة لا يعرض الا بعد الساعة 12 بالليل. ده في العالم كله. يعني هنا التصنيف العمري بيبقى مرتبط بتوقيت العرض. فاحنا برضو ده اللي طالبنا بيه، اعملوا يا جماعه ارتباط بين التصنيف العمري وساعات العرض واعاده المسلسل. طب في ايه اللي مزعل حد؟ اذا كان رؤساء القنوات هم اللي طالبوا بده، قالوا ده مصلحتنا ان احنا يجي لنا العمل قبلها ب 15 يوم على الاقل. فاذا قانون بقى المجلس على تنظيم الاعلام بيقول ايه؟ لا، من حق المجلس على تنظيم الاعلام انه لو لقى عمل ما راحش الرقابه انه لا يمنعه، لانه خلاص ده الرقابه عندها في قانونها يعمل ايه بقى لو في خطا حاجه عرضت بدون انه يعمل محضر في النيابه. ويرفع قضيه، فطبعا القضيه بتاخد مده طويله لاجراءات التقاضي اللي موجوده يعني، فتكون نتيجه ان المسلسل يكون اتذاع وتعاد ولسه. طيب، القضيه ما خلصتش. احنا داخلين يا استاذ محمد على شهر رمضان اللي هو ما فيش حد فيه بيلحق اساسا يخلص قبل الميعاد الطبيعي بتاعه. وكله بيعرض على الهوا. طيب ما احنا ده اللي عايزين نصححه. ما هو حتى السنه اللي فاتت المجلس اصدر بيان بعد رمضان قال لهم يا جماعه السنه دي حصل بعد تسهيلات، لانه فعلا الناس ما كانتش لسه القانون صدر بتاع المجلس على تنظيم الاعلام او القرار الجمهوري بتاعه يعني بتاع القانون. فاحنا عملنا تسهيلات السنه دي وتجاوزنا عن اشياء، لكن ابتداء من العام القادم لن يحصل اي تجاوز. الناس من رمضان يعني ده معناه ان المسلسل اللي مش هيكتمل قبلها ب 15 يوما لن يعرض؟ لا، لن يعرض. ده تبقى لقانون الرقابه مش قانوننا احنا. حاجه جديده. الرقابه بتقول ممنوع حاجه تعرض بتكون بدون ما تكون مرت على الرقابه، ده قانون رقابه. فكل هيحصل من تطبيق القانون. الناس زعلانه من تطبيق القانون ليه؟ مش عارف. لا، المنتجين اللي هيزعلوا من تطبيق قانون مش الناس خالص. يزعلوا، هم حرين يعني. حد قال لهم احنا بقى في اجتماعنا مع المنتجين، واحنا عملنا اجتماعين مع غرفه صناعه السينما والمنتجين وبحضور مجلس اداره الغرفه. فهم حتى ردوا على بعض، قالوا خلاص ما تذيعش السنه دي. بقى ما يخلص العمل. انت تتحمل مسؤوليه ان انت ما اشتغلتش ليه من رمضان اللي فات. طيب، ايه قاعده الالزام هنا؟ يعني دلوقتي حد خرق هذه القاعده، لان احنا عارفين ان العرض ده اليات سوق وبيبقى مرتبط بشاشة يعني اعلانات وخريطه. طيب، عرض وما شابه، والكل بيبقى حاجز على الخريطه دي. طب ما ممكن قوي انا اكسر قانون المرور واقول اصل انا مستعجل. ما انا بدفع مخالفه. طيب خلاص، المخالفه هنا ان عملك ما يعرفش. يعني دلوقتي ممكن حد يعرض وهو متاخر وهيدفع مخالفه قياسا يعني؟ لا، لا ما يعرفش. ولا المساله تتحول مخالفه ازاي؟ يعني المنع منع. انا اقصد هنا ان المنع هيكون منع. انا ضربت مثل بالناس اللي عايزه ما تطبقش القانون. انا فاهمه. انا اقصد ايه اللي هيحصل لو حد كسر هذه القاعده؟ لا، ما بيتمنع عمله. طبقا لاتفاق مع القناه، اذا كان اصحاب القنوات او مديرين القنوات موافقين على هذا القرار وطلع بموافقتهم.
وده موجود في البيان اللي حصل بعد الاجتماع على فكرة، ومسجل فيه أسماء القنوات اللي حضرت. فخلاص يعني ده قرارهم هم كمان. ده يخص القنوات المصرية اللي بتبث من مصر، كل القنوات اللي بتبث من مصر، كل القنوات التي تبث من مصر. طب خلينا ننتقل لنقطة ثانية يا أستاذ محمد. النقطة الأولى عجيبة ملائمة جدا، في تنظيم إدارة عملية الدراما كمحتوى يخضع لقانون، هو قانون الرقابة. طرح يا أستاذ محمد موضوعات تكون في المقدمة يضعها الكاتب أو المبدع في أولوياته، كيف تراها؟ هو احنا برضو الناس فهمتها غلط، يمكن لو تقرا بعض الناس، على فكره بعض الناس اللي هم عايزين يفهموها غلط، لانه البيان لو حضرتك يعني كان عندكم او قدامك يعني بيقول ايه؟ بيقول ورقه عمل امتى؟ بعد المؤتمر اللي هنعقده مع المؤلفين والمخرجين. احنا مش احنا اللي هنطلع، يعني اللجنه بتحاول، مش هي اللي تطلع اي قرارات خاصه، انما تجيب المختصين. يعني احنا جبنا رؤساء القنوات، جبنا المنتجين في جلستين، هنجيب المؤلفين والمخرجين في جلسه يوم الجمعه، مؤتمر مائده مستديره يوم الجمعه 16 فبراير. فاذا هم اللي هنشوف يعني ايه اللي هيطلع من الجلسه دي، لان هو المقصود كمان ايه؟ اما نقول دليل استرشادي، احنا مش بنقول، ما قلناش دليل الزامي. فاذا هناك فرق، قلنا دليل استرشادي بالموضوعات اللي لها اولويه دلوقتي. يعني اما نقول للناس والله احنا اولويتنا دلوقتي بنحارب الارهاب، لكن ما قلنالوش يكتب ايه او يالف ايه. اولوياتنا دلوقتي التنميه الاقتصاديه، اولوياتنا دلوقتي التعليم الفني. ما تبقاش كل المسلسلات ابطالها ساكنين في كومباوند ويقول لي حريه ابداع. فاحنا وفي نفس الوقت مش هنقول والله يا جماعه اعملوا، احنا بنقول ادي اولويات الدوله هذه الايام. عظيم. استاذ محمد طب تعالى نعكس الموقف، فلنفترض ان انت واجهت يعني الموسم القادم فراغ من هذا المحتوى المطروح الاهتمام به، وكان اهتمام الكتاب وصناع الدراما مختلف. خلاص يا، عشان كده الخطوه التاليه بقى ايه؟ بنقول لازم الدوله تعود الى دعم الانتاج. هل ده مطروح؟ خاص بيها. طبعا لابد ان تعود مره اخرى الى دعم الانتاج باي اشكال، ما حددناش شكله ايه. هل هو نعود مره اخرى الى قطاع الانتاج وسط القاهره؟ ولا الدولة عندها آليات جديدة ممكن تستعمل في الحكاية دي؟ بس لابد، لأن في موضوعات لا يمكن انتاجها إلا الدولة، منها موضوعات دينية، يعني موضوعات الاجتماعية الإعلامية، قضايا معينة لازم الدولة هي اللي تتبناها، في حتى سواء التبني ده بالدعم. يعني من ضمن الحاجات ان احنا عاملين اللجنة اقترحت وان شاء الله نحقق ده المؤتمر المهرجان القومي للدراما التلفزيونية، أول مرة يحصل. يعني احنا عندنا المهرجان القومي للسينما، عندنا المهرجان القومي للمسرح. المهرجان القومي للدراما التلفزيونية ده مهرجان هتدفع فيه جوائز مادية لتدعيم الإنتاج الجيد والمؤلف الجيد والمخرج الجيد. نعم ده جميل. يعني ما والله احنا يعني اعتقد ان احنا في اللجنه شغالين على اسس علميه وعلى اسس خاصه بظروف المجتمع، وفي مقدمتها ايضا ظروف الابداع، لانه الكل موجودين في اللجنه لهم علاقه بالابداع. يعني اعتقد ما حدش يقدر يقول ان انا ماليش علاقه بالابداع، بحس ان انا هقبل اللي بقى فيه رقابه على الابداع. لا ده بالتاكيد، لا مين اللي يقدر يقول كده يا استاذ محمد؟ طب احنا بنتكلم عن ان اللي بينظم عمليه صناعه الدراما او الرقابه على الدراما قانون الرقابه، فهل من وجهه نظرك يا استاذ محمد نحن بنحتاج الى مسار تشريعي ينظم عمليه الابداع الدرامي او الانتاج الدرامي؟ لا مش محتاجين تشريع اطلاقا. عظيم. هنا ليه بقى؟ اولا عندنا قانون رقابه كافي جدا. الحاجه الثانيه هو الجمهور بقى. يعني الجمهور له هيعمل ايه؟ لو الدوله يعني تصدت او شاركت في الانتاج اللي هي موضوعات معينه، اللي هنحس بقى والله الجمهور اقبل ولا ما اقبلش؟ في الحاله دي الجمهور على فكره هو اللي بيختار نوعيه الابداع اللي عايز يتفرج عليه. ده طبيعي، ده الطبيعي والحقيقي، والجمهور هو اللي بيحدد هذه الاولويات. هو طول العمر العمليه الابداعيه كده. الجمهور طرف رئيسي في الحكم على فكره. دي حقيقة. طب أنا عايز أنتقل لنقطة أخرى أستاذ محمد، وهي خاصة بالأجور، ودي بقى النقطة اللي هتزعل الفنانين. عملية تحديد الأجور التي أصبحت مبالغ فيها بل مستفزة بالنسبة للسواد العام من الشعب. تناولتوها إزاي؟
تناولناها مع المنتجين لأنها مسألة تخص المنتجين أكثر، إنما هي لا تخص اللجنة بصفة مباشرة، إنما تخص اللجنة بصفة من خلال إن إحنا عايزين والله إنه يحصل نوع من يعني تنظيم شوية، لأنه على رأي هم المنتجين نفسهم بيشتكوا من الحكاية دي. فإحنا بنقول لهم إيه، طب أنتوا اقتراحاتكم إيه كمنتجين؟ طبعا من ضمن الاقتراحات المهمة أن تعود الدولة للإنتاج، حيث تستطيع أن تقدم أعمال لا تبغي من وراء غير تغطية التكاليف وليس الربح الفاحش، وبالتالي تستطيع كما كنا نفعل دائما أن تقدم وجوها جديدة في التأليف والإخراج والتمثيل. يعني لازم نبقى عارفين كويس قوي أن كل اللي احنا شايفينه ده من نتيجة أن الدولة كانت بتنتج أو تدعم الإنتاج الجيد. طيب إحنا هنجد بعض الفنانين مش هيرضخ لآليات السوق لأن هو بيرى أن تسعيره أفضل من كده، معلش اسمح لي أستخدم كلمة تسعير لأن هي الكلمة الوحيدة اللي لقيتها مناسبة، وهينتج لنفسه وهياخد الأجر اللي من وجهة نظره مناسب وهيلاقي الشاشة اللي هتشتري. تعامل يكون إزاي؟ ما على فكرة الساحة واسعة جدا بالزبط. وتحتمل جميع الأشكال. يعني في النهاية هم كم هيبقى نجم من اللي احنا بنقول أجورهم مش كتير، صوابع اليد الواحدة كمان. طب احنا بننتج 50 مسلسل في السنة. طب اذا عايزين ننتج بقى بقية المسلسلات على الأسس اللي تؤدي الى التطور او تطوير صناعة الدراما في مصر. استاذ محمد حضرتك بتشوف العملية الدرامية بشكل عام ازاي ما بين الخلل وما بين التطور في هذه الفترة، لان الصورة اللي اصبحت بتتنقل للمشاهد بقت عالية الجودة مختلفة، طبيعة الخطاب الاعلامي والخطاب الفكري مختلف في مساحة مختلفة، لكن كتير قوي بنشوف إعابات ونقد كبير جدا لهذه اللغة الجديدة اللي بينقلها المحتوى الدرامي اللي بيدافع عنها صانع العمل بأنها الواقع. لا، ما حتة الواقع بتاع ده من المحاور اللي هنناقشها في المؤتمر المائدة المستديرة يوم الجمعة. هنناقش قضية الإبداع، قضية الواقعية في الفن، قضايا تانية مسألة ورش الكتابة اللي ودي هيناقشها ناس يعني متخصصين مش أي حد هيكلم، وهيفتح باب المناقشة. يعني الدكتور مدحت العدل هيتكلم عن ورش الكتابة، الدكتور حسن عطية أستاذ النقد الفني هيتكلم عن الواقعية في الفن، الأستاذة خيرية بشلاوي الناقدة هتتكلم عن الإبداع، ويفتح بقى باب المناقشة مع المؤلفين والمخرجين اللي هيحضروا إن شاء الله المؤتمر. هل هتخرجوا بورقة عمل يخرج منها توصيات جديدة أو أشياء جديدة؟ ممكن نخرج بورقة عمل، وما بنقول توصية معناها مش إلزام على فكرة. لا يمكن نقول تقرر أن يقوم المبدأ، لا يمكن، الناس متصورة الحكاية إزاي. أنا بنقول توصية توصية، والله أنت حر عايز تاخد بيها خد، ما تاخدش ممكن حد تاني ياخد بيها. يعني ده لازم مفهوم، وده مفهوم مش من النهاردة، ده مفهوم من أول لجنة ما ابتدت. يعني لو شفنا أول بيان طلعته اللجنة هنلاقي في ده يعني في تقدير واحترام وحماية، لأن الدستور على فكرة هو اللي بيكفل كمان حرية التعبير والإبداع، دي مادة في الدستور صريحة. نعم أنا أحترم وجهة نظرك كثيرا أستاذ محمد كالعادة. لي سؤال أخير في هذا المجال، حضرتك لك أكثر من 50 مسلسل وتاريخ طويل وباع في عملية تقديم المحتوى الدرامي، هل تعتقد حقا أن الدراما المصرية هي المسؤول الأول عن تغير الشخصية المصرية كما نراها الآن، وأنها أثرت بإفراز هذه النماذج التي نراها في المجتمع الآن؟ أنا أعتقد أنه لها دور كبير، لها دور كبير، مش الدور الوحيد، لكن طبعا بداية من نظام التعليم مرورا بالدراما التلفزيونية. مخرجنا الكبير محمد فاضل، أشكرك على سعة صدرك ووقتك اللي أتحته لينا وعلى التوضيح اللي أبديته معانا لطبيعة هذه الضوابط والأفكار التي خرجت بها اللجنة المنبثقة عن الأعلى للإعلام. شكرا لك يا فندم. شكرا. مشاهدينا دعونا نهبط إلى الشارع المصري نحصل مزيد من الآراء، نعود إليكم بالمزيد من الحوار. الدراما الحالية
هنقول طبعا اكيد انها بتختلف عن دراما زمان. دراما زمان كان في الاخر برضو بنلاقي فيها قيمه، بنلاقي فيها معنى، بنلاقي فيها عظه بتاثر في المجتمع. انما للاسف الدراما الحاليه فيها تجاوزات كثير، فيها تجاوزات كثير جدا. الرقابه بتحاول تعمل الدور اللي عليها. هي قالت في خدمه القيم الاونه الاخيره، ولكن لجنه المراقبه بتحاول انها تحتوي الموضوع ده، ولكن في خروقات من حيث الاخلاق. الدراما مش زي الاول، الدراما قلت في المرحله في الوضع الخلقي عن الاول تماما. كنا بنشوف دراما كويسه الاول. انا شايف ان الاعمال الفنيه فيها انحدار في بعض الاعمال الفنيه، لكن في اعمال فنيه متميزه من جوده التصوير والاخراج واداء الممثلين. شايف ان الوحش فيها بيزيد جدا، وان مش حاجات اصلا اطفال يتفرجوا عليها او حتى تحت سن ال 21 يتفرجوا عليها، وان الحاجات الوحشه منتشره كان احنا في الغرب بالظبط. هو للاسف عندنا هنا في مصر كل المسلسلات والافلام منصبه على حاجه واحده، مش بتشتغل على دماغ الشعب، مش مشتغل ان هي تطور حاجه. احنا مثلا في بلاد بره واي بلاد اجنبيه كميه افلام في كل المجالات في كل الطرق، خيال علمي اكشن كل حاجه، وبتتوسع كل يوم اكتر من تاني. لكن للاسف هنا كل الافلام مثلا فيلم تقليد، فيلم بنفس الطريقه الاجنبيه وبتترجم، اغنيه بنفس اللحن بتترجم، كل حاجه. لكن للاسف مش شغالين على دماغ الشعب، مش شغالين على ان هم يطوروا من نفسهم. المفروض الفنانين بياخدوا فلوس عشان يصفوا لنا الواقع. اجور الفنانين دي لو اتصرفت على الواقع نفسه هتغيره. يعني حضرتك الفلوس اللي بياخدوها لو اتصرفت على حاجه زي معرض الكتاب دي، على حاجه زي مشاريع، على حاجه زي استثمارات، على حاجه زي اي حاجه من الحاجات المفيده دي، شباب كتير حضرتك هتشتغل. ويعني انا شايف ان الفلوس المبالغ اللي بياخدوها ما تسويش كتير قوي، كتير قوي بالنسبه للي بيعملوه. هذا التقرير يعكس أزمة بصورة حقيقية من خلال هذه العينة العشوائية التي تم اللقاء معها في الشارع. أن الدراما تحمل أزمة بالفعل في الكثير من الجوانب، هي ليست دراسة بالتأكيد، هذه عينة من الجمهور. لكن الرأي الأخير الذي يقول أن أجور فنانين لو صرفت على الواقع لغيرت الواقع، يعكس أيضا فكرة عدم فهم دور العملية الفنية كجزء من تغيير ثقافة الأفراد، وأنها غائبة في الوقت الحالي بشكل فعلي عن عملية التشكيل أو المساهمة بالتشكيل، لأنها ليست اللاعب الوحيد في هذا المضمار. دعونا نكمل باقي الآراء. نهلة، ما زال لديك؟ ما زال لدي بعض الآراء المنصبة في نفس الاتجاه، وهو تغيير المحتوى وليس أجور الفنانين فحسب. مجدة، كل الناس المصممة على تغيير المحتوى بما يتلائم مع عاداتنا وتقاليدنا وما يتلائم مع يحتاجه المجتمع المصري. على سبيل المثال عفاف سعيد تقول خطوة جيدة في حالة تفعيلها على المحتوى وليس على الأجور فحسب. أما هالة حربي فتقول نتمنى أن يتم تفعيل تلك الآليات ويعود الإنتاج للتلفزيون مرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك رقابة على المحتوى أيضا وليس على الأجور. أيمن الأنصاري يقول أن هذه الجهود التي يقوم بها الأعلى للإعلام ضرورية حتى نتجنب غسيل العقول في مصر لمختلف الأعمار، خاصة الفترة العمرية الخاصة بالمراهقة والشباب الذين يغالون في تقليد النماذج السلبية ويندمجون معها. ولذلك لابد أن نفعل دور الرقابة بشكل أكبر للحد من هذه الظاهرة. هاني عيسى عامر يقول الفن يحتاج من الدولة الدعم ومن الأعلى الإعلام التقويم وليس التقييد. مصر الحضارة محتاجة لطلوع شمس الفن تنور ثقافتنا. ويردف أيضا ويقول من وجهة نظري الأعلى الإعلام يراقب المحتوى المقدم لكن لا يتدخل في أجور الفنانين، لأن الفنان لو تم مراقبته في كل شيء لا ننتظر منه فنا أو إبداعا. محمد العريشي يقول قال جوبلز اعطيني اعلام بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي. وهنا ارسل عتابي الشديد للاعلى الاعلام، لاننا ما زلنا نشاهد مهزله في الاعلام الخاص دون رادع. عموما انا اتعجب ان الدوله تشاهد اننا نتعرض لمؤامره للقضاء على الدراما المصريه التي تربى عليها العرب والمصريين، وهي دراما محترمه تنشر الثقافه واجمل ما في مجتمعنا، واستبدالها بدراما تظهر الواقع المصري بصوره رديئه عن طريق منتجين يدفعون الملايين الفنانين لإظهار مصر بصورة سيئة. كل هذا يحدث دون رادع أو محاسبة وفي غياب تام لشركات الإنتاج الحكومية مثل الصوتيات والمرئيات. هذا الموضوع خطير ومتعمد ولابد من إيقافه بسرعة لأنه أخطر من الإرهاب في وجهة نظري. أما شريف محمد فيقول خطوة مهمة لأن الجانب المادي والكم لا يمثل المقياس للعمل الدرامي، ولكن علينا أن نركز على المستوى والرسالة والتي يحملها العمل الدرامي ومدى احترامه لعقلية المشاهد وانعكاس ذلك على الأسرة المصرية وتوافقه مع العادات والتقاليد.
هذه بعض الآراء وليس كلها بالطبع مجدة، لكنها كلها تسير في نفس الاتجاه، وهو الاهتمام بالعادات والتقاليد المصرية، الثقافة المصرية، المحتوى الذي يتوافق مع احتياجاتنا كمجتمع نام يريد النهوض والتقدم للأمام. إليك مجدة مرة أخرى لمتابعة هذا النقاش الهام. شكرا جزيلا نهلا، نقلت لي مزيد من الآراء التي ابتزنت في هذا الحوار أو من وجهة نظري خلقت توازنا. دور الدولة أو ما تم طرحه في حديث نهلة على آرائكم على لسانكم هو دور الدولة في هذا المضمار. لو عدنا سنوات إلى الوراء سنجد أن دور الدولة في الدعم السينمائي كان فارقا في الهيئة العامة للسينما التي أنتجت عشرات الأفلام التي تعد حتى الآن من العلامات تاريخ السينما المصري. دور التلفزيون كان أيضا كذلك في إنتاج الكثير من الأعمال المصرية التي تعاد حتى الآن على معظم الشاشات وعلى مزبير الزمان وتجد صدى واسع في إعادة عرضها. محمد رسول الله، محمد رسول الإنسانية، القاهرة والناس، حكاية وراء كل باب، ممكن أن نعدد عشرات الأسماء في هذا المضمار، لأن وجود دور الدولة في هذا الإطار يعتبر رمانة الميزان في التعادل مع السوق التجاري العادي اللي بينتج سواء سينمائيا أو دراميا. تعالوا نطرح المزيد من الأسئلة. معنا عبر الهاتف الممثل والفنان الكبير الأستاذ محمود الحديني والأستاذ علي الكاشوتي الناقد الفني. أرحب بالضيفين الكريمين. أبدأ الحوار مع الأستاذ محمود الحديني. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا، أهلا بكم جميعا، بتشرفنا بالحوار. حضرتك من أثروا العمل الدرامي على مدار تاريخ التلفزيون المصري وإنتاجاته وخارج التلفزيون أيضا، كيف ترى مسار عمليات الإنتاج الدرامي في هذا التوقيت الذي نحيا فيه؟ يعني الحقيقة يعني احنا تربينا في حضن التلفزيون المصري. نعم. كل الكوادر الفنية سواء فنيين أو مساعدين إخراج أو مخرجين أو كلهم تربوا داخل التلفزيون المصري. نعم. وكل طبعا الـ 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 الانتاج التلفزيوني الحالي كلهم من خلال برضو أبناء التلفزيون، لكن الحقيقة توقف الانتاج في التلفزيون سواء في قطاع الإنتاج أو مدينة الإنتاج أو شركة صوت القاهرة، نعم، أنا بعتبره دي يعني وراها حاجات ناس مش مسؤولة وناس فعلا بتضمر لمصر ولشعب مصر كل الأشياء السيئة، لأن مصر قادت الحركة الفكرية والثقافية والتلفزيون بالذات إلى البلاد العربية. كون أن مصر تتوارى وجزء الدولة تتوارى دي مسألة حقيقة مسألة غريبة جدا جدا، وأدى إلى يعني زي ما انت شايفة كده الأعمال اللي ملهاش ضابط ولا رابط اللي بتقدم من خلال القنوات الفضائية الموجودة هنا أو اللي ممكن تيجي عن طريق المشفرة أو غيره أو غيره. فطبعا لابد طبعا أن احنا نعيد النظر ونشوف الأسباب اللي من أجلها توقف الإنتاج التلفزيوني، لأنه طبعا البوادر دي كانت فعلا الحقيقة بدأت تظهر ما قبل ثورة 25 يناير. يعني مش عاوزين نحمل ثورة 25 يناير وغيرها أسباب التوقف الإنتاج التلفزيوني. ده تغير مجتمعي كان بيحصل وكان واضح. كان واضح جدا أن في إرهاصات ما قبل الثورة، أنه بدأ فعلا الإنتاج يشعب. ليه؟ لأنه طبعا المقابل وقنوات الفضائية والمقابل المردود كان ضعيف لا يساوي أبدا ولا يغطي الإنتاج. نعم. بالإضافة طبعا الحقيقة أنه إحنا أخطأنا خطأ كبير في أنه إحنا أنتجنا أعمال غير لائقة في الفترة الأخيرة لا تستطيع أنها تنافس الأعمال القادمة، وخصوصا لما يدخل المسلسلات التركية وغيره والقنوات الفضائية العربية بتشتري وتشجع المسلسلات التركية وتعطيها الأفضلية. دي بقى طبعا كلها أسباب لابد من دراستها. وأنا الحقيقة يعني إذا كان فعلا في أزمة مالية لتمويل الإنتاج التلفزيوني لقطاع الإنتاج أو مدينة الإنتاج أو شركة صوت القاهرة، أنا الحقيقة من أسبوع أنا كنت مع مدير فرع البنك الأهلي في سوريا ومدير فرع البنك الأهلي في المنطقة الصناعية بستة أكتوبر، وسألتهم قلت لهم يعني طلعت حرب لما أنشأ بنك مصر أنشأ استوديو مصر،
وكان استوديو مصر بيمول من خلال بنك مصر. مصر بالضبط. وده شيء اقتصادي. ليه انتوا بعادة عن تدعيم الانتاج التلفزيوني وخاصة الانتاج الدولة؟ نعم. قالوا لي ابدا احنا ما حدش عرض عليه، ما حدش جالنا وطلب، لان هذه الجهات بتنتج برامج في بعض القنوات، ودي حقيقه برامج. نعم. بس لكن ما حدش عرض علينا الانتاج الدرامي بالظبط، واحنا مستعدين ندي فايده يعني قليله جدا لتشجيع الانتاج الدرامي. والله انا بشكرك جدا يا استاذ محمود على هذه وجهه النظر المتكامله دي اللي قدمتها في وقت قصير جدا، بس اسمح لي ان انا انتقل بالحوار للاستاذ علي الكاشوتي الناقد الفني، على ان اعود اليك مره اخرى. استاذ علي اهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ علي، من اين ياتي التقصير في عمليه دفع الدراما او الانتاج الفني من خلال الدوله بشكل عام ممثله في الجهات المختلفه التي نعرف انها قادره على اداره هذه العمليه؟ هي الفكره كلها في ان الدراما تراجعت من ساعه ما الدوله شالت ايديها من الانتاج الدرامي. احنا نعم. كنا زمان كل الدول العربية بيتم عرض فيها في شهر رمضان تحديدا كل الدراما المصرية، سواء دراما تاريخية أو دينية وهكذا، حتى المسلسلات الاجتماعية كانت كلها تتعرض على القنوات العربية، وكانت بتجيب مردود كبير جدا لصناع الدراما هنا في مصر والتلفزيون وهكذا. ده تراجع من ساعة ما هم شالوا ايديهم، من ساعة ما لقوا ان الحسبة مش هتكون بالنسبه لهم مجديه، وانتاج المسلسلات التاريخيه زي ما احنا شفنا انعدم تماما، والمسلسلات الدينيه انعدمت تماما، وخلاص تركوا السوق الدراما كله للمنتج الخاص اللي بيتعامل بشروطه وبفكره وبقناعاته. بس فدي مشكله، يعني المفروض في المقابل المنتج الخاص يكون فيه منتج من الدوله، او في دوله بتدعم منتجين حتى لو منتج خاص بس بتدعمه بشكل مختلف عشان يقدم نوع مختلف من الدراما، يكون في مواجهة الدراما اللي الناس ممكن تكون شايفاها مش مناسبة لي. نعم نعم، أفهمك يا أستاذ علي بشكل واضح في هذا الإطار، ربما استكملت معنا وجهة النظر بشكل جيد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الكاشوتي الناقد الفني على ما قدمته من وجهة نظر معي في هذه الحلقة. أعود مرة أخرى لضيفي الكريم الفنان محمود الحديني. أستاذ محمود ما زلت معي؟ أنا مع حضرتك طبعا، وسامع الكلام الجميل اللي قاله الأخ. بالتأكيد حضرتك تابعت فكرة وضع الضوابط من خلال اللجنة المنبثقة عن الأعلى للإعلام في طبيعة الأفكار التي يحتاجها المجتمع في هذه الفترة، فما هو تعليقك؟ يعني أنا الحقيقة برضو يعني العملية، يعني اللجنة لازم برضو تضم فنان إيده في العملية، تربى داخل التلفزيون عشان يدلي برأيه ويقول الآراء الصحيحة. وبعدين انا ما اقدرش اقول والله تعالى يا هنا وتمويل لابد من دراسه الاسباب التي ادت الى توقف الدوله في دعم العمليه الانتاجيه في الدراما التلفزيونيه. لابد ان احنا ندرس علشان نعرف بالظبط ايه الاخطاء. يعني انا شايف من وجهه نظري ان كانت المشكله ان القطاع الاقتصادي لا يتحرك بسرعه بحيث ان المنتج ده يقدر يسوقه. نعم. كانت المساله روتينيه موظفين. يعني واخده بال حضرتك، بس في توقيتات معينه كان هذا القطاع ناجح تحت ادارات معينه في التسويق والتواجد باعمال شديده التميز، على سبيل المثال فتره التسعينات وما بعدها. بالظبط. بعد كده بقى طبعا دخلت قنوات اخرى ودخل انتاج تاني من البلاد بتاع ده بقى ينافس. فاصبح دلوقتي عمليه ان انا اودي منتج عندي واقعد استنى، يعني واخده بال حضرتك لحد ما يجي المتفق عليه والايراد، طبعا دي مساله فعلا ماهيش. وعلشان كده انا بقول لو اي جهه بتدخل معانا، يعني احنا عندنا فرعين، لان احنا عندنا امكانيات استوديوهات موجوده، عندنا امكانيات فنيه كبيره، لكن ما عندناش ماده ممكن ان احنا ندي اجور للنجوم او للفنانين، او ندي اجر مؤلف، او نشتري عمل درامي نعمله او ننتجه، لكن ممكن القطاع الخاص يخش معايا، انا بدخل بالاستوديوهات وامكانيات الفنيه على ان وهو بيدخل طبعا باجور الفنانين والمؤلف والمخرج والكلام من ده، لكن انا ممكن اخش بامكانيات الفنيه الموجوده، وده فرع مش اساسي، ده فرع من فروع ان احنا ممكن نشغل استوديوهات، حل من حلول الازمه. نعم بالظبط. نعم. نستطيع، وبعدين من خلال ده نستطيع العمل اللي بيحصل فعلا انتاج مشترك مع القطاع الخاص بهذا الاسلوب
استطيع يبقى في شرطي ان المسلسل ده يتم اذاعته على القناه الارضيه، القنوات الارضيه. اما القنوات المفتوحه، القنوات الفضائيه، فده موضوع تاني يعني. ويبقى في برضه لجنه مشتركه بين عضو من المنتج الخاص يبقى ممثل في القطاع الاقتصادي، علشان هو ده برضه جزء لا يتجزا ان هذا المنتج هو مشارك فيه، فلا بد يبقى له راي في توزيعه وبيعه وتحريك عمليه علشان يجي المردود بسرعه. اتمنى اتمنى بشكل حقيقي استاذ محمود ان تجد ارائك هذه صدى حقيقي لدى من يتابعوننا الان في صناع يعني. يعني اتمنى ده، لانه طبعا الواحد يعني انا بيقابلني جمهور كتير، فين يا استاذ محمود الاعمال العظيمه؟ فين؟ واحنا جرينا الحقيقه يعني، احنا سعينا علشان يبقى في محطه لاذاعه عملنا اللي انتجت تلفزيون ممثله في قناه مسبيرو زمان. مسبيرو زمان النهارده بتستقطب اعلانات كثيره جدا وكبيره جدا نتيجه لهذه الاعمال المميزه التي انتجت في السبعينات والثمانينات. وتلك حقيقه لو التفتنا اليها لوجدنا مفتاح حل هذه الازمه باكملها. فنان كبير محمود الحديني، اشكرك شكرا جزيلا على ما قدمته من وجهه نظر متكامله معي في هذه الحلقه. اشكر ايضا ضيفي الكريم الذي معي، كان معي الاستاذ علي القشوطي الناقد الفني. هذه الحلقه انتهت حتى الان، ربما نفتح الحوار من جديد مع مزيد النتائج التي يتم العمل عليها من خلال الأعلى للإعلام واللجنة المنبثقة عنه. ربما تكون هذه الحلقة استطاعت أن تزيل بعض اللغط حول القرارات السابقة الخاصة بالإنتاج الدرامي بشكل واضح. معنا الآن سؤال حلقة الغد: كيف ترى أهمية تحول الاقتصاد غير النقدي من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني؟ كيف ترى أهمية التحول للاقتصاد غير النقدي من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب أن تشاركوننا إياه بالرأي من خلال همزة وصل إي جي كما هو معتاد، ومن خلال قنواتنا المفتوحة عبر الإنترنت. إلى أن نلقاكم في الغد، لكم منا كل التحية.